المركزية المجسمة من خلال هذه الاحتفالية الكبرى بافتتاح دي سي سي في مسير وبرنامج كامل للتظاهرة هذه التي يعني يقع تحويلها إلى المسير ولكن بتفاصيل التظاهرة الأولى اللي هي في تونس. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق والاستمرار خاصة. بالنسبة لي معناها الدورة هي معناها أنا إلى حد الآن يعني على 3 أيام من انتهائها أعتقد أنه عملنا حاجة محترمة. إذا عملنا شارت عينة كبيرة، أولا الأفلام اللي في المسابقة وخارج المسابقة أفلام جيدة جدا، وهذه ما تعرف كل عام وأنت ولا ممكن عندك أفلام جيدة وممكن عندك لا أثناء أفلام جيدة جدا في البلاد العربية ولا إفريقية وخارجها، يعني عنا عدد كبير من الأفلام أثناء معناها حصاد قياسي للأفلام التونسية، 37 فيلم طويل و 41 فيلم قصير، أفلام تونسية اللي أنتجت في ظرف عام، هذا حاجة هامة جدا. الحاجة الثالثة أنه عندنا جمهور اللي يسهل عليه كل شيء، يصعب عليه لأنه لا إكزيجون، لكن يسهل عليه كل شيء لأنه موجود في كل العروض والقاعات الكل معبية، وإذا يحتاج خاطر ما جابش يدخل، يعني مع الكاباسيتي نتاع سالات هذيك. بالنسبة للجهات أنا سعيد جدا، أنا هالافتتاح هذا أنا جيت من تونس وخليت مهرجان حتى افتتح هذا المهرجان اللي هو أيام قرطاج السينمائية في المنستير، والشيء اللي ريته من برا والسجاد الأحمر والجمهور والمصورين والتنشيط وهذا الاستقبال الرائع بالنسبة لي اتهنيت، قلت أن الشيء اللي أنا فكرت فيه في أنه مانيش فقط باش نعمل عروض وإنما باش نأسس مهرجان أنا مرتاح.